فريق من النيابة يعين موقع الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر وثلاثة مجندين بمنطقة البساتين بالقاهرة. القوات العراقية تبدأ عملية اقتحام المدينة القديمة في غرب الموصل آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي بالمدينة. الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية وسط توقعات بفوز كاسح لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة، أهلا بكم. التفاصيل: قام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع حادث استهداف سيارة الأمن المركزي بالبساتين الذي أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة آخر وثلاثة مجندين. واستمع فريق النيابة إلى أقوال أفراد سيارة الأمن المركزي وكذلك روايات شهود العيان. في الوقت نفسه انتقل فريق آخر من النيابة إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر للاستماع إلى أقوال رجال الشرطة المصابين. كان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أعلن أن الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة البساتين نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق وتم تفجيرها عن بعد أثناء مرور السيارة بمنطقة الحادث. وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية خروج المجندين المصابين في الهجوم الإرهابي من المستشفى بعد تلقيهم العلاج. يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم مباحثات مع المدير التنفيذي للبنك الأوروبي جانيت هيكمان بمقر وزارة الخارجية. تتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي في إطار الإسهام في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية للبنك في البلاد. كما يتناول الجانبان الجهود الإيجابية للحكومة المصرية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار. شهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة سكة حديد مصر وشركة جنرال إلكتريك بقيمة تبلغ 575 مليون دولار، تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع. استثمارات تقدر ب 580 مليون دولار لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع. شملتها اتفاقية شهدها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بين هيئة سكك حديد مصر وشركة جنرال إلكتريك. كنا حريصين احنا كوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ان نستفيد من الخبرات التي يعني معروفة عالميا لهذه الشركة، خاصة في قطاع النقل. وبالفعل بديت التنسيق مع الزميل وسيادة الوزير هشام وزير النقل، لأنه حريص جدا يعني وضع صراحة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل. وطبعا من أهم محاور هذا القطاع هو السكة الحديد. وبالفعل يعني في خلال الفترة الزمنية من الزيارة للولايات المتحدة حصل تنسيق وتفاوض مع الشركة اللي هي يعني رئيس الشركة معانا النهاردة حاضر مخصوص عشان يشهد هذه الاتفاقية. الحمد لله احنا توصلنا للاتفاق مع شركة جنرال إلكتريك على زي ما قالت مع الوزير ومع الوزير ان احنا في 100 قرار جداد هيخشوا الخدمة، دول هيساعدوا معنا في البضائع وفي الركاب. كما تهدف الاتفاقية الى صيانة ورفع كفاءة الجرارات القديمة وعمل ورش شاملة لتدريب العمالة المصرية وتوفير قطع الغيار لتخفيف الاعباء على الطرق. الاتفاقيه دي بوجبها ان احنا هيتم تصنيع 50 جراب قوه 4000 حصان، و 4000 حصان يعني على طول احنا بنتكلم على نقل بضايع، لان ان الجرارات العاديه في الركاب بتصل الى 2500 اقصاها 3000، فاحنا جايبين جرار 4000 حصان عشان نقل ميلي عشان نقل البضايع. الجرارات دي هتصنع 50 جرار منهم في امريكا و 50 جرار تانيين هيتصنعوا في مصر بنسبة تصنيع محلي حوالي 40% في ورش الهيئة العربية للتصنيع.
لزيادة الأمان السكان، لتقليل تكلفة نقل البضائع، فاحنا بننقلها على سكة الحديد ونقلها على نهر النيل. فالاتفاقية بتاعت النهاردة إن شاء الله دي هتدي دفعة كبيرة لقطاع النقل في البضائع في سكة الحديد. تهدف الاتفاقية أيضا إلى نقل 25 مليون طن من البضائع سنويا عبر السكك الحديدية. ومن جانبه أكد نائب رئيس الشركة على حرصها على الاستمرار في زيادة استثماراتها في مصر. خطوات سريعة ومتتالية تتخذها الحكومة لتطوير السكك الحديدية، وتهدف إلى رفع وتحسين مستوى الخدمة لقطاع كثيرا معنا. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الحكومة لوعودها على أرض الواقع. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم، حيث يؤدون اليوم امتحان الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس للشعبة الأدبية. من جهة أخرى، قال رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي إن الكنترولات تبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء، على أن يبدأ تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات الثلاثاء القادم. ولفت حجازي إلى أنه من المقرر الإعلان عن نسبة النجاح في الجغرافيا اليوم خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع. بدأت القوات العراقية صباح اليوم عملية اقتحام المدينة القديمة في الشطر الغربي من مدينة الموصل، آخر معاقل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بالمدينة. تأتي تلك العملية بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية لتحرير ما تبقى من الجانب الغربي من الموصل. وتتزامن عملية اقتحام المدينة القديمة في الموصل مع بلوغ حملة تحرير المدينة شهرها التاسع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد الرائد علاء العيداني المراسل الحربي لوزارة الدفاع العراقية. بعد تحية سيادة الرائد، كيف تسير عملية اقتحام المدينة القديمة في الشطر الغربي من المدينة القديمة في الموصل، وما توصيفكم لهذه المرحلة؟ الرائد عماد العيداني. سيادة الرائد علاء، يبدو أن هناك تعذر في التواصل مع سيادة الرائد، نواصل معكم جولتنا الإخبارية. تواصل فرق الدفاع المدني العراقي عمليات انتشال جثث الضحايا تحت أنقاض المنازل في حي الصحة غرب الموصل. انتبه. في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر، يعمل فريق تابع لهيئة الدفاع المدني العراقية في حي الصحة بغرب الموصل في محاولة لانتشال عدد كبير من الجثث من تحت أنقاض مبانٍ انهارت إثر غارات جوية، مستخدما معدات حفر ثقيلة للوصول إلى الضحايا. وكان بين أنقاض أحد المباني التي دمرتها غارة جوية أوائل الشهر الجاري عدد من الأطفال، بينما لا تزال هناك جثث أطفال آخرين أسفل مبان أخرى. والله إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. أنا ما أقدر ألوم أحد ولا أقدر أحدد أحد، لأنه هذا ثقل عالمي صار على هاي المدينة، تقدر تعتبرها مدينة منكوبة. وبدال ما صورني أني صور هذا الأنقاض الوراق، صور هذا الجثث مع الأطفال. القوات العراقية كانت قد استعادت الحي مؤخرا بعد معارك دامية ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. وبعد تحرك الجيش وتوجهه للقتال في مناطق أخرى، اعتبرت المنطقة آمنة أمام فرق الدفاع المدني للعمل فيها، إلا أن مخاطرة رجال الإنقاذ تزداد عندما يعتقد أن هناك ضحايا ما زالوا على قيد الحياة. بجهد هندسي إضافي وخصوصا الشفر والحفار والرافعة الرافعة التادانو، رافعة السلكية، هذني اللي في جنب العمل. وكانت القوات العراقية قد انتشلت عددا كبيرا من الجثث من تحت أنقاض منازل دمرتها الحرب في غرب الموصل، في الوقت الذي لا يزال سكان المدينة يواصلون الفرار منها.
أعلنت الولايات المتحدة دعمها للهدنة التي أعلنها الجيش السوري في مدينة درعا جنوب سوريا لمدة 48 ساعة. كانت القيادة العامة للجيش السوري قد أعلنت وقف جميع العمليات القتالية في المدينة جنوبي البلاد ل 48 ساعة إضافية دعما للمصالحة الوطنية. النزاع في سوريا طال أمد هدنة بارقة أمل تلوح في الأفق. وفي أحدث جولات الصراع أعلن مصدر سوري مطلع مقتل حوالي 11 شخصا من بينهم أطفال ونساء في غارة جوية استهدفت قريتين عند الأطراف الشمالية من مدينة دير الزور. المصدر أعلن أن امرأة لقيت مصرعها في قصف شنه مسلح تنظيم داعش الإرهابية على حي هرابش الخاضع لسيطرة القوات السورية في مدينة دير الزور، كما أشار إلى مقتل شخصين جراء انفجار ألغام يعتقد أن تنظيم داعش الإرهابي قد زرعها في الريف الغربي لمحافظة الرقة. من جانبها أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية أنها تمكنت من تحرير حي الصناعة بالرقة من قبضة مسلح التنظيم. من جانبها أفادت مصادر بالمعارضة السورية أن الطيران الحربي السوري استهدف بنحو 30 برميلا متفجرا أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا وسط أنباء عن مقتل شخص واحد على الأقل جراء القصف. المصادر أضافت أيضا أن القصف تزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجانبين في حي المنشية ومخيم درعا وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى في صفوف القوات النظامية خلال الاشتباكات. عودة إلى تطورات شأن العراقي وما بدأته القوات العراقية صباح اليوم من عملية اقتحام للمدينة القديمة في الشطر الغربي من مدينة الموصل. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رائد علاء العيداني المراسل الحربي لوزارة الدفاع العراقية. بعد التحية سيادة الرائد، كيف تمضي عملية تقدم القوات العراقية في المدينة القديمة في الموصل حتى الآن وتوصيفكم لهذه المرحلة؟ السلام عليكم وعلى الكرام. على ما يبدو ان القاده العسكريين والقاده العام للقوات المسلحه يود ان يجعل هذا العيد فرحتين، فرحه العيد وفرحه الانتظار قواتنا الامنيه لتحرير اخر محافل لتواجد داعش في الجانب الايمن وهي المنطقه القديمه، واعتقد ان بدرت بوادرها بالتقدم وباب الصوب والابواب الاخرى نحو جامع نوري الذي يعتبر هو المعقل الرئيسي ونقطه انطلاق لدواعش حيث يعتبرونه بأن هذا هو نقطة تواجدهم ونقطة دولتهم المزعومة، لكن إن شاء الله هم انتهوا وستنتهي هذه المرحلة، لكن نحن تخوفات كبيرة على العوائل المتواجدة داخل المدينة، إضافة على ما تحوي هذه المدينة من مناطق أثرية بينها جامع ومنارة الحدوة التي تعتبر رمز من رموز الموصل، حيث أن الموصل تعتبر مدينة الحدوة نسبة إلى هذه المنارة العظيمة ذات التاريخ الحديث. وان شاء الله القوات الامنيه تبذل قصارى جهدها من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين وعلى ممتلكاتهم ايضا على التراث الواقع في هذه المدينه. اليوم قوات الشرطه الاتحاديه والجيش العراقي والرد السريع وجهاز مكافحه الارهاب بدات من عده محاور الدخول الى هذه المنطقه، واعتقد ان الحشد قريب ان شاء الله. يعني كيف يتعاطى التنظيم الارهابي مع عمليات استعاده المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وإلى أي مدى تتوقعون مقاومة عنيفة من عناصر داعش خاصة وأن المدينة القديمة تعتبر آخر معقل لهم في الموصل؟ بداية المدينة القديمة ليس فقط آخر معقل، وإنما هنالك حوالي كبيرة داخل هذه المدينة لهذه التنظيمات ولها جذور من أصل من هذه المنطقة. في بعض الأحيان توارد في بعض القنوات والوسائل الإعلام بأن داعش انهزم، داعش انهزم، لا، داعش تنظيم قوي له مقاتلين اقوياء صراحه، لكن الجيش العراقي كسر هذه القوه، كسر هيبه هذا التنظيم من خلال المعارك الشرسه التي تخوضها قوات الامنيه الارضيه، لان المقاتلون يحملون هذه العقيده الخاطئه، عقيده التكفير وعقيده القتل والاجرام، وهم متاكدين بانهم الى الموت محال ان شاء الله في حاله انتحارهم او قتلهم، لان حتى المقاتلين اللي متواجدين من الدواعش يعني يرتدي حزام ناسف لانه يعرف ان مصيره هو القتل. تعاد بقرب انتهاء يعني هذه النوعيه من الحملات، يعني هل يمكن تحديد مدى زمني لذلك؟ لا اكيد، تعرفين المعارك يعني القاده الميدانيين يحددون
مدياته وابعاده في الحروب النظاميه، لكن في حروب تدخل فيها الحالات الانسانيه، تدخل فيها مناطق مدنيه، تدخل فيها اثار وتراث، ويدخل فيها جانب سياسي ومعالم هذه المدينه، قد تتاخر يوم او يومين او اكثر من ذلك حسب الظروف المؤاتيه للمعركه، لكن ان شاء الله حسب تصريحات القاده يحاولون قدر الامكان انهاءها قبل العيد او في فتره العيد ان شاء الله. اشكرك جزيلا رائد علاء العيداني المراسل الحربي لوزاره الدفاع العراقيه. قتل 12 من عناصر ميليشيات الحوثي من بينهم قيادي كبير في هجوم لوحدات الجيش الوطني على مواقع للميليشيات بالقرب من مديرية ميدية بمحافظة حجة الحدودية. وأفاد مصدر عسكري أن الجيش سيطر على تبتي الوادي والرعد المطلتين على وادي حيران المحاذي لميدة بعد معارك قتل خلالها 9 من الحوثيين. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر عسكرية في محافظة الجوف أن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر فريق ألغام متكامل تابع للميليشيات في محافظة الجوف شمالي البلاد. بدأ الناخبون في فرنسا الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن يفوز فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية ساحقة تسمح له بإطلاق إصلاحاته في مواجهة معارضة ضعيفة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الجمهورية إلى الأمام سيحصل على ما بين 400 إلى 470 مقعدا نيابيا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية، أي واحدة من أكبر الأغلبيات التي سجلت خلال الجمهورية الخامسة التي بدأت في عام 1958. كان الحزب قد حصد أغلبية ساحقة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في ظل نسبة امتناع قياسية عن التصويت بلغت أكثر من 50%، فضلا عن تراجع التصويت للأحزاب التقليدية. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس مراسلة أنيل ميرفت ميلاد. ميرفت، كيف تسير عملية الإقبال حتى الآن في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية؟ وقراءتك أيضا لما تشير إليه التوقعات من حصول حزب إيمانويل ماكرون على أغلبية ساحقة؟ حتى الساعة تسير العملية بشكل سلس، لا يوجد إقبال كبير، ولكن هذا الأمر طبيعي جدا حيث عادة ما ترتفع الأعداد بعد الظهر وحتى في المساء، حيث أن معظم صناديق الإقتراع سوف تغلق الأبواب في حوالي الساعة 8 بتوقيت باريس، وهو نفس التوقيت في القاهرة. بالنسبة لنسبة الإقبال، فقد كانت نسبة الإقبال في الدورة الأولى أي الأسبوع الماضي وصلت إلى أسفل، نسبة الامتناع وصلت إلى 51%، في حين من المتوقع أن تصل نسبة الامتناع هذه المرة إلى 53% أو قد ترتفع قليلا عن ذلك. وتتوقع الاستطلاعات تصدر حركة الرئيس إيمانويل ماكرون، وهي حركة الجمهورية إلى الأمام. يعني بالفعل نحن نتابع على الهواء مباشرة عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات التشريعية الفرنسية، ويعني ولكن يعني السؤال هذه المرة، يعني هل من مفارقات أو مفاجآت متوقعة منتظرة هذه المرة مع عملية التصويت، خاصة وأن هوى الناخبين أو الشارع الفرنسي يقال بأنه يسير مع ماكرون إلى الأمام؟ هذا بالتأكيد، ومن الواضح أن الشعب الفرنسي يرغب بالفعل في أن يرى وجوه جديدة، وهذا ما استمع إليه الرئيس ماكرون، وقد فتح الباب على مصراعيه لدخول وجوه جديدة
جديدة إلى البرلمان الفرنسي، حيث أن هناك مئات النواب الجدد الذين ليس لديهم خبرة كبيرة، ولكن الفرنسيين يريدون أن يريدون بفعل تغيير. نسبة الامتناع عن التصويت وصفت بالقياسية، وربما كانت هذه أيضا سمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أوقات سابقة. يعني هل يستمر ذلك، خاصة بالنظر بأنه قيلت أنها بلغت أكثر من 50%، فضلا عما لوحظ أيضا من تراجع للتصويت للأحزاب التقليدية في الانتخابات التشريعية بفرنسا؟ عدم التصويت له تفسيرين. الأول أن الشعب الفرنسي متأكد من نجاح ماكرون وهم يريدون ذلك، والثاني هو أن الشعب الفرنسي قد فضى به من الفساد السياسي ولا يريد أن يخوض معركة جديدة في النهاية يرى نفسه أنه قد أخطأ في الاختيار. ولذلك هو ما أراه في أن البعض يمتنع عن التصويت هو أنهم يريدوا غسل أيديهم مما سيحدث في فرنسا في السنوات القادمة. أشكرك جزيلا على هذه المتابعة للأجواء الانتخابية في فرنسا على خلفية الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، وسط كل ما ينطوي عليه من توقعات ومما حدث فعليا من عملية الإدلاء بالأصوات حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك. قتل 5 رجال شرطة أفغان على الأقل وجرح 15 شخصا في هجوم تبنته حركة طالبان على مركز للشرطة في مدينة غارديز عاصمة إقليم باكتيا. بدأ الهجوم بتفجير سيارة ملغومة كانت متوقفة على بوابة مركز الشرطة في المدينة، ثم اندفع 4 انتحاريين آخرين داخل القسم. تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة باحترام التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها أمام الاتحاد الأوروبي باستضافة 17,000 لاجئ. جاءت الاحتجاجات تلبية لدعوة أطلقتها منظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية في تحرك يأتي قبل أيام من اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 يونيو. شاركت أعداد كبيرة في مسيرة احتجاجية في مدريد لحث الحكومة الإسبانية على الوفاء بتعهداتها لمنح المأوى إلى اللاجئين من دول تمزقها الحروب مثل سوريا، وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بتوفير الملجأ للاجئين الآن. نزلنا إلى الشارع لمطالبة حكومتنا بأن تستقبل أكثر من 17,000 شخص كانت قد وعدت باستقبالهم قبل عامين، وفي هذه اللحظة لم يتم إعادة توطين سوى 7.5% من أولئك اللاجئين. هناك أناس يعيشون أوضاع غير إنسانية وغير صحية في اليونان وهناك في تركيا، وهم يستحقون أن نمنحهم بداية لحياة جديدة. وكانت إسبانيا قد استقبلت أقل من 10% من اللاجئين الذين تعهدت بقبولهم في سبتمبر عام 2015، وأقامت الحكومة بإعادة توطين أو تسكين 1304 من أصل 17,337 لاجئا، منهم 15,888 لاجئا في إيطاليا واليونان، و 1449 من تركيا وليبيا كانت قد تعهدت باستقبالهم في سبتمبر. أعلن متحدث باسم البحرية الأمريكية أنه تم العثور على جثث البحارة الأمريكيين 7 الذين فقد أثرهم بعد اصطدام مدمرتهم بسفينة شحن فلبينية أمام السواحل اليابانية. وأفادت البحرية الأمريكية أن المدمرة تضررت جراء الاصطدام لكنها لا تزال قادرة على السير بكامل طاقتها. وقع الحادث في جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية على بعد نحو 20 كيلومترا من الساحل. ارتفعت الحصيلة المرجحة لضحايا حريق برج غرينفيل في لندن إلى 58 قتيلا. والتقت رئيسة الوزراء تريزا ماي التي تعرضت لانتقادات واسعة إثر طريقة تعاطيها مع المأساة ناجين يبحثون عن تفسيرات لما حدث، و
وأفادت الشرطة والتي لا تزال تبحث عن أشلاء داخل هيكل البرج المتفحم أنها ترجح بأن 58 مفقودا على الأقل قد قتلوا في حصيلة تتضمن 30 قتيلا تم تأكيد وفاتهم حتى الآن. ويتنامى الغضب الشعبي إثر الكارثة، حيث انتقد السكان الغاضبون تريزا مي إثر تعاطيها مع هذه الأزمة، واقتحموا مقر السلطات المحلية الجمعة الماضية مطالبين بالعدالة لضحايا برج غرينفيل، مصرين على أن الحريق سببه الإهمال. وأشار العديد منهم إلى أن الكسوة الخارجية التي أضيفت مؤخرا إلى المبنى الأسمنتي الذي أنشئ عام 1974 هي السبب وراء سرعة انتشار ألسنة اللهب واتساع الحريق. أعلنت الحكومة البرتغالية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات العنيفة في منطقة ليريا بوسط البلاد إلى 43 قتيلاً و959 جريحاً. وأشار وزير الدولة للشؤون الداخلية أن معظم القتلى كانوا يركبون سيارات وحاصرتهم الحرائق على الطرق، مضيفاً أن تلك الحرائق التي لم تتم بعد السيطرة عليها أوقعت أكبر عدد من القتلى على مدار عقود. وبدأت الحرائق أمس في منطقة جبلية على بعد 200 كيلومتر من الجنوب الشرقي من لشبونة وسط موجات حرارة شديدة. لقي 3 أشخاص من بينهم مواطنة فرنسية مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، حالة 4 منهم حرجة، في انفجار قنبلة في مركز تجاري في العاصمة الكولومبية بوغوتا. وزار رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس موقع الحادث مؤكدا أنه سيعمل على سرعة ضبط منفذيه. وأعلنت الشرطة الكولومبية أن الانفجار وقع في دورة مياه في مركز أندينو التجاري الواقع في منطقة يقصدها الأجانب بكثرة عشية عيد الأب. يذكر أن الحكومة الكولومبية كانت قد بدأت في 16 من مايو الماضي الجولة الثانية من مفاوضات السلام مع جيش التحرير الوطني في العاصمة الإكوادورية كيتو، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات في 6 من شهر إبريل الماضي. اختتمت في حي الأسمرات بحضور وزير التنمية المحلية ليالي الأسمرات الرمضانية التي استمرت لمدة 10 أيام. وخلال الاحتفالية تم تكريم عدد من أهالي الأسمرات الذين شاركوا في العديد من المسابقات والتي أفرزت كذلك مواهب شبابية غنائية وفنية. وسط حضور كبير من أهالي حي الأسمرات اختتمت فعاليات ليالي الأسمرات الرمضانية بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، حيث أشار الوزير إلى أن الاهتمام بالثقافة والفن يقف جنبا إلى جنب مع البناء الجميل للارتقاء بالمواطن المصري. فخورين بأن الثقافة لكل المصريين، فخورين نعمل الأسمرات كويس وفيها رمزية أن احنا بننتقل ايدينا كحكومة، ايدينا مع وزارة الثقافة، ايدينا مع وزارة الشباب، ايدينا مع كل الناس كويس علشان نسعد الناس. خلال الاحتفالية تم تكريم عدد من أهالي الأسمرات الذين شاركوا في مسابقة الفوازير حول عدد من الشخصيات البارزة كنجيب محفوظ وأحمد زويل وسيد درويش. جيت هنا حي الأسمرات ولقيت في حفلة رمضانية وكان في فوازير، وسألت هنا قالوا من حاكم زمان مصر ومعالي أيمن، قال له رئيس محمد أنور السادات، وادوله جايزة مصحف وكتابين. النهاردة بنعمل تجربة حية مع أهل الأسمرات ان احنا بنقول لهم هذه الفوازير وبيحلوها، وهيجي السبت الوزير يسلمهم جوائز. زي ما حضرتك شايف انهم بيجاوبوا وبيردوا، مستوى الثقافه هنا كويس، استقبالهم للفن كويس. كما تم اكتشاف العديد من المواهب الشعريه والغنائيه لاطفال الاسمرات الذين مثلوا حضورا كبيرا في ليالي الاسمرات. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل
جميل سيدنا النبي وجميل. وتسعى وزارة التنمية المحلية إلى نشر كل أنواع الفنون التي كانت موجودة في مصر قديما إلى كل القرى والمدن من أجل تنميتها ثقافيا. على مدار 10 أيام قدمت وزارة التنمية المحلية أمسيات ومسابقات ثقافية وأخرى حفلات فنية في إطار ليالي الأسمرات الرمضانية لخدمة تلك المنطقة، منطقة الأسمرات. أشرف مبارك، النيل. وختاما لهذه الجولة عناوين أبرز أحداثها. فريق من النيابة يعين موقع الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر وثلاثة مجندين بمنطقة البساتين بالقاهرة. القوات العراقية تبدأ عملية اقتحام المدينة القديمة في غرب الموصل آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي بالمدينة. الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية وسط توقعات بفوز كاسح لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون. ختام جولتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.